بكم في نشرة أخبار الجرثومة. عزيزي المشاهد، تعرف إن أنت لو قمت نظفت البيت هتحرق حوالي 200 سعرة حرارية من غير ما تحس خالص، فهتخس من غير ما تحس. وهنا نقدر نقول إن الشخص النظيف بيخس من غير ما يحس. 70% من جزيئات التراب بتتكون من قشور جلدنا الميت، ومن التراب إلى التراب. عارف إن متوسط الساعات اللي بتقضيها الست طول حياتها في التنظيف بتبقى حوالي 896 ساعة و12 دقيقة، أما الراجل بيقضي حوالي 448 ساعة و6 دقايق طول حياتهم. دي كوسة بقى؟ لا مش ممكن، بس يعني مصلحة. كويس يا بنات، أدينا بنحرق ماشي. عارف كمان إن الجرثومة الواحدة ممكن تتكاثر أكتر من 8 مليون جرثومة في اليوم الواحد؟ ده لو البني آدمين بيتكاثروا زي الجراثيم كان زماننا لازقين في بعض. طيب ده ريموت، ريموت تلفزيون، ريموت تكييف، أي ريموت أيا كان. الريموت ده عزيزي المشاهد بيساهم في 90,000 حالة وفاة سنوية، وده طبعاً بيبقى من العدوى المكتسبة في المستشفيات، وده حسب ما توصل إليه الباحثين في جامعة الأريزونا. يا نهار أبيض، أنا ما بسيبش ريموت من إيدي، يبقى نشوف الموضوع ده بعدين. أوكي. طيب نشوف الخبر اللي بعده. تقريباً كده حوالي 300 شخص بيلمسوا السطح كل 30 دقيقة، وده معناه إن هو بيتعرض للمس 840 ألف جرثومة. لا إحنا نسيب الكوكب للجراثيم بقى. طب عزيزي المشاهد، تعرف إن زراير الأسانسير بتحتوي على 22% بكتيريا أكتر من قاعدة التواليت؟ ندخل التواليت في الأسانسير بقى وناخد بالنا. بس أعتقد إنه السنة اللي فاتت علمنا درس مهم جداً 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 في إن إحنا ناخد بالنا من النظافة، رغم إنها كانت حاجات بديهية قوي، بس ابتدينا ناخد بالنا إن إحنا لازم نقعد 30 ثانية نغسل إيدينا، لازم نعقم، لازم لو لمسنا أي سطح ما نبقاش طول الوقت كده واخدين بالنا بإن إحنا بنسلم على مين وبنعمل إيه. حاجات كتيرة قوي قوي اتعلمناها وخدنا درس كبير قوي قوي من الكورونا. بس النظافة ملهاش علاقة بيك أنت بس، النظافة مش بس نظافة شخصية، مش بس نظافة بيتك، مش بس نظافة المحيط حتى اللي انت قاعد فيه، النظافة أسلوب حياة. فلازم النهاردة نتكلم مع صحابنا ونشوف بقى يعرفوا إيه عن النظافة وقد إيه هم مهتمين بنظافتهم الشخصية ونظافة أي مكان بيروحوه. النهاردة معانا نعمان وتميم وبراتي وسامة، تعالوا نتكلم معاهم بقى ونشوف يعرفوا إيه عن موضوع النهاردة. يلا بينا. صباح الخير. صباح الخير يا مرزون. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الطاقه الحلوه دي؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يا استاذ نعمان. طيب بنحب طبعا طبعا كالعاده ان احنا كل واحد يعرف نفسه، يقول اسمه ايه، عنده كام سنه، يحب يعمل ايه في الحياه. تعالوا نبتدي بالاستاذ نعمان. انا اسمي نعمان، عندي 7 سنين. ما بزنش. ماشي. بغسل الايدي، بستحمى لا او لما باجي انزل. دخلت في موضوعنا على طول. برافو والله. اوكي. وبحب دايما بعد ما اخلص اكل اغسل ايدي، وقبل ما اخلص قبل ما اكل او مغسل ايدي. والله برافو يا نعمان، خلصت موضوع. نعم يا براتي. انا حاسه ان انا عرفت، اصل شفت في ايده. طب ركزي معايا وسيبك منه خالص، سيبك منه لا خالص. ركزي في موضوع اللي احنا جايين عشان نعمله. ماشي. يعني صح كده. يعني يلا يا براتي قولي اسمك ايه؟ موضوع الليزر. انت قلت اسمي من شويه. ايوه اسمك بالكامل يعني، وانت عندك كام سنه وبتعملي ايه؟ اسمي براتي محمد حسام الدين نصران، عندي 7 و7 شهور. داخله في برايم، داخله برايم 2 بعد شهر، وبغسل ايدي كل شويه، بغسل ايدي قبل الاكل وبعد الاكل، ولما بطلع البيت، ولما بدخل الحمام عشان اغسل ايدي بعد الاكل، وبستحمى لما باجي اخرج. احنا كورونا علمتنا الادب طبعا كلنا، يعني خلتنا نبقى عارفين ان احنا لازم نعمل الحاجات دي ميه بس. ميه طول الوقت، طول الوقت. على فكره انا برضه عملت كده. انا بحب الميه بجنون بجنون. طب خليني ارجع لك الموضوع ده. استنوا بقى الكنبه دي، انا عارفه انها هتعمل فيها ايه النهارده. خليكم معايا كده نعرف بقيه الحبايب ونرجع لكم تاني. اوكي اتفضلي يا استاذ. اسمي سما، عندي 11 سنه. بحب التمثيل. عندي 11 سنة. اوكي. ايوه أمورة قوي، بتحبي التمثيل وايه كمان؟ اول ما بطلع البيت بغسل ايدي برضو. اوكي.
وباجي اكل واغسل ايدي وقبل ما ابدا اكل واغسل ايدي بعد ما اخلص واغسل ايدي. احنا بنغسل ايدينا طول اليوم. اه والله يا سما، وبالذات من السنه اللي فاتت بقى الموضوع بقينا مركزين فيه اكتر، صح؟ كورونا علمتنا درس، ما لازم نبقى محافظين عليه بقى خلاص فوريفر، صح؟ اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم عرف نفسك. انا اسمي تميم، عندي 7 سنين ونص، وانا يعني ما بغسلش ايدي بعدد معين، انا يعني كل ما الاقي ايدي متوسخه احاول اغسلها. بتعرف منين ايديك متوسخه؟ عشان ببقى مسكت حاجات متوسخه كتير. ويعني ببقى انا ساعات بيبقى حواليا هوا مش نظيف فبغسل ايدي. ايوه طبعا، بس ما عندكش روتين معين يعني قبل الاكل بعد الاكل؟ لا طبعا بعمل. استني يا بريتي بسال تميم، هجيلك. انا بعمل كل ده، بس يعني انا بحب اغسل ايديا، ويعني بحب اغسل سنين، بحب اعمل كل حاجه. ايوه، طب انتوا كلكم شاطرين جدا، ومن نفسكم بقى فتحتوا موضوع النهارده، مش محتاجه بقعد اسالكم اسئله كتير، بس واضح ان انتوا كلكم مهتمين بالنظافه الشخصيه. يعني ايه نظافه شخصيه؟ يعني ما حدش يمسك حاجه حد، ما حدش يمسك الموبايل بتاع حد، ما حدش ياكل اكل حد. ده كله ما حدش يمسك. ليه؟ لا صح، هو ما حدش يمسك اي موبايل اي حاجه. حد غريب، هو بيتكلم على اي حد غريب. ما حدش يمسك اي حاجه بتاعت اي حد غريب، هو مش عارفين لو هو عيان ولا مش عيان. طب انت بتهتم بنظافتك الشخصيه ازاي؟ يعني دايما بحب اغسل ايدي مثلا، اغسل وشي مثلا، بس وبحب اغسل اسناني برضه. ايوه، واكتر حاجه بقى واسرح شعري. واستحمى. وايه كمان مهمه قوي؟ واقصف ضوافري. صح ولا ايه؟ مهم قوي، عشان ضوافري لما بتطول بتكون مش نظيفه. بالظبط، يبقى فيها تراب وبتحشر حاجات، بتحشر جراثيم. انا عارف. انت عارف؟ عارف كل حاجه نوعين كده كده. اوكي ماشي، مين تاني ممكن يشرح لي ايه هي النظافه الشخصيه؟ عايزه اقول النظافه الشخصيه ان اغسل ايدي كل شويه بعد الاكل وقبل الاكل، ولما ارجع من الشارع اغسل ايدي على طول، اجري على الحمام على طول اغسل لمده 20 ثانيه. برافو. اوكي، هما 30 بس. برافو. لا المفروض 20. بجد؟ لا، هو برضو الاعلانات دايما بتقول 20 ثانيه. ثانيه خلاص، انا هصدقكم، انتوا ادرى. ماشي. بصي، وبعد كده وبحب استحمى قوي، استحميت النهارده الصبح. بجد؟ استحمي كل يوم؟ ها، مش كل يوم. انا استحميت عشان كنت جاي. ليه؟ مش كل يوم كل يوم. استحميت عشان كنت جاي بس؟ اقول لك حاجه، لا وبرضه عشان مش كل يوم. انت عايز انضف؟ ده كل شويه، وعشان انا بحب العب في الطبق كده، بيبقى معايا العاب كل دقيقه. مش عارفه اسمعكم انتوا اتنين مع بعض، مش عارفه. كل دقيقه اقول عايز استحمى. بتستحمي كتير يعني؟ كذا مره في اليوم؟ دقيقه استحمى. يعني كذا مره في اليوم، مش كل يوم بس. ده اللي قصدك تقوليه؟ بحب الميه قوي، بالذات في الصيف. طب ايه نعمان كنت بتقولي ايه؟ وعارفه مش بستحمى بميه ساقعه، بستحمى بميه دافيه. لا ده مزاج بقى، ده موضوع تاني نتكلم فيه في النص. ماشي. زي كنت دايما يعني بحب استحمى. ليه؟ ليه؟ عشان انا بحب اقوم جايب الطبق بتاع الحمى واقوم قاعد فيه واقوم ماليه ميه بقى، واقوم جايب العاب البوتس واقوم لعب بيها. مش كبرت انت يا نعمان على الكلام ده ولا ايه؟ لا لا، ما كبرتش قوي يعني. ما كبرتش قوي بجيب حاجات عاد، بس النهارده عملت من غير طبق. كان حموم كده على الماشي، كان سريع كده. ده انت هتموتي الضحك. ايه بقى؟ احنا عندنا بني كبير جدا، فبنمليه ميه، بعد كده بنجيب حاجات حاجات البحر الغويط، اروح البسها واروح اغطس. ايه، بتغطسي في البانيو؟ ايه يا بريتي ده؟ دي مش نظافة، دي حاجة تانية، بس يعني تمام. بغطس في بني وقعد استحمى. وتسبيها نهار ابيض كمان. ماشي، يعني بتملى البني وروح البني مية وشامبو، وتقوم غطسة بقى. مش شامبو، عيش بقى حياتي. الشامبو بقى في الآخر. أسألهم؟ لما بسهل. ماشي، أسألهم؟ ماشي. تايم يعني إيه نظافة شخصية؟ يعني نحافظ على الحاجة نظيفة. ونحافظ على هدومنا نظيفة، هدومنا، ونحافظ على يعني سريرنا، نحافظ على سريرنا، ونحافظ على كل حاجة في الدنيا نظيفة. ايوه، ولما نبقى مثلا رايحين عند حد البيت، ما
ما نكركبلوش الدنيا من ده يعني حلقة تانية نبقى نتكلم. لا صح، لا برافو. ما لو رايحين عند حد البيت ما نكركبلوش الدنيا، بس قبل ما نروح عند حد البيت احنا اوضتنا ما تبقاش مكركبة. ايوه ما تبقاش مش نظيفة، وتبقى وكمان يعني لما نروح عند الناس لازم نبقى مرتبين قبل ما نروح عند الناس في بيتنا. ماشي. ولا انت مش مرتب في بيتك قوي يعني؟ يعني طب احنا، طب انت عايزه تقولي حاجه قولي. يا سام انا ما بحبش اسيب اوضتي خالص متوسخه، او في حتى لو ورقه لازم اشيلها. برافو. لازم اوضتي تكون نظيفه، او الشقه كلها تكون نظيفه. طبعا ما بحبش اشوفها متكركبه خالص. أوكي. لو انا مسافره مثلا وجايه تعبانه اروقها. برافو. تحبي الترويق يعني، مش بس نظافه كمان ترويق. اوكي ده مهم قوي. طب احنا لما بنجيب بقى لعب، عايزه اقول حاجه بقى عن نفسي، انا عايزه بعمل كل ده. نجيب بقى لعب بقى ونفرشها بقى في الاوضه بقى وفي الصاله بقى لا ما ينفعش كده عكس النظافه. ايوه ايه بقى ده لو عايزين ده انا بعمل لو احنا نسمع بقى. قول يا نعمان. لو احنا بنلعب لما خلصنا لعب وعايزين نفرج على التلفزيون نقوم مش نرمي، نسيب اللعب مرميه كده في الارض ونفرج على التلفزيون على طول. لا نقوم لمين اللعب. ايوه في البوك في بوكس اللعب وبعدين نقوم اتفرجنا. برافو برافو. ولو اكلنا وخلص شبعنا وبناكل وخلصنا اكل مش عايزين ناكل تاني نقوم جايبين، لو اكل لازم يتحط في الثلاجه نقوم حاطين في الثلاجه، والطبق لازم نحطه في المطبخ نرجعه بالزبط. في المطبخ وبعدين نقوم اتفرجنا. ايوه ما نبقاش بقى قاعدين بقى رامين الاطباق والمعالق واحنا جايين ننام واحنا جايين نصحى نرتب الاوضه. صح. انت بتعمل كل ده يا نعمان؟ اسمعي بقى يعني مش بعمل موضوع الترتيب ده، مره يعني عملتها وسبتها كده مترتبه. كل ما تتوسخ المخده تتشال من مكانها وامي رجعها اقول انا عايزه الغطه، لا اقوم واخد غطه شريف وبعدين برجعها. اوكي اوكي. انت زيه مش دايما بترتبه بس كده السرير مترتب بس دايما بتشيلوا اللعب بتاعتكم ولا بتسيبوها؟ لا بشيل اللعب يعني ساعات بقول شاوي يعني ماما بتشيلها اللعب مرمية في الأوضة. لا ماما هتزعل أم لامة على طول بتلم على طول. برافو. قولي يا براتي. هقول لك حاجة. قولي لي. أنا بطلع لعبتين وأدخل لعبتين من جديد أخد لعبتين تاني. بتعملي يعني إيه؟ بتبديل. عشان تبديل. عشان ما تبقيش كل اللعب على الأرض فتقعدي بقى تاخدي وقت. لكن أقول لك حاجة. قولي لي حاجتين. الأوضة بتاعتي زي ما هي، لكن لما باجي أنظف بنظف على طول لك زي ما هي مش نظيفة على طول. ليه؟ لكن على الكراسي بس، السرير ساعات بنضفه. مش نظيف ازاي يعني؟ عليه تراب ولا مش ولا مكركب مبهدل؟ لا عندي كراسي في الاوضه بحط عليها الهدوم وساعات بنساها. فبتتعب بقى هدوم فوق هدوم فوق هدوم فوق هدوم فوق مكركبه خالص. وساعات ماما بتنسى الغسيل اللي هي جابته من على المنشر على الكرسي بتاعك، وتفضل بقى حاجات على حاجات، غسيل بقى جديد على حاجات مش نظيفه والدنيا بتطوف بعضها. لكن عندي كرسيين. طب انت بتحسي بايه براتي لما الدنيا بتبقى فوق بعضها كده؟ اقول لك حاجه. قولي لي حاجه. جزء مش نظيف والجزء نظيف. فبتقعدي في الجزء النظيف وتتناسي الجزء اللي مش نظيف. لا بقعد في الجزء اللي مش نظيف. ده من حاجات تنضفي. اعمل حاجات اللي هي تلعب يعني هي بتعمل نص نظيف اللي هي تقعد فيه لكن السرير بس تريح. بس النص اللي مش نظيف يعني بتقعد فيه عشان تلعب لكن ساعات نكمل بقى عدم النظافه وتكركب الحاجات اللي بتكركب. نقعد نكمل بقى عليها. تستخدم الحاجات اللي بتكركب وبعد والنص التاني تقوم مستخدمها عشان تستريح بس. لا ده انت هتموت الضحك برضو. ماشي. بصي ده في حاجتين بستخدمهم في الجزء اللي مش نظيف والنظيف. ايه بقى؟ يا دوبك الكراسي اللي مش نظيفه وباقي الاوضه نظيفه. اوكي. يعني الارض كان دي سجاده صغيره ودي سجاده كبيره، السجاده الكبيره بقى لونها ازرق. شبه لون البحر. اوكي. والسجاده التانيه داخل على لون برتقاني لون شط. حلو. فانا عامله اللون البرتقاني شط والبحر الكبير ازرق. فانا لما بزهق بروح اقعد على الشط وتستريح عشان ونايمه على الارض البحر لما تزهق من العوم. وبعد كده اروح اقعد كده
يا نهار ابيض كانها بتقوم تقوم عامله كانها ترتل كده. استنوا بقى عشان عايزه اسال بقى تميم وسامع على حاجات كده. انت تميم لما بتكركب ما بتساعدش ماما في ان انت تلم؟ احيانا بساعد، احيانا مش دايما. طب لو ماما جت قالت لك تميم ممكن تساعدني في ان احنا ننظف البيت؟ انا بحاول اساعدها. ايوه ساعات بكبر دماغي وبتفرج على التلفزيون. ليه يا تميم؟ مش عارف. اسمعي ده انت هتموتي من الضحك. لا اسمعي انت بقى قبل كده. انا عندي سؤال ليكوا. اسمعي والله بس ما تاخديش توديني وتجيبيني. ده مش خيال بقى. ده مش ماشي. انا بقى قبل كده كنت سهرانه طول الليل لغايه ما النهار جه، وكنا مسافرين لغايه ما النهار جه عمالين نروق في الشقه انا وماما. حلو. من بالليل لغايه ما النهار جه. اوكي وروقتي معاها؟ روقت معاها. شاطره والله. انت دايما بتروقي معاها وبتنضفي معاها؟ مش قوي. مش دايما. كلنا مش دايما. لكن ساعات. انت دايما ولا مش دايما؟ اسمع. دايما يا سامي. لكن ساعات بقول لماما ماما تعالي ننضف طول الليل لغايه ما النهار يجي، تروح تقول لي لا روحي نامي. اوكي. لا ما عشان ما تتعبيش. مش دايما بيبقى ايه؟ عشان ما تتعبيش، مش عشان هي عايزه تكركب. طب انا عندي سؤال، انا عندي سؤال. انا قلت سؤالي بعد ما ماشي. هو دلوقتي لو ماما اللي بتنظف دايما البيت ولا بابا بيساعدها؟ وفي ناس بيجوا يساعدوا. بابا بينزل الشغل يجيب فلوس بس ما بيساعدش حد. اسمع في ناس طب يعني ماما هي اللي دايما بتنظف البيت او حد بيجي يساعدها من في 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 ناس بيجوا يساعدوا. لو بقى الناس دي بطلت تيجي وماما ما بقتش تنظف البيت، انا نفسي ما عنديش اي مشكله ان اقعد في الكركبه وعدم نظافه. لكن انا ممكن اخد سبراي ارشه في اوضتي وبس كده. ايه ده؟ للريحه. للريحه بس كده. فوق بقى التراب وفوق الكركبه وكده. لكن التراب مش بحبه. طب ما طبعا بتنرفز منه. سما قول. انا ما بحبش عاد اصلا لو في سروال على الارض لازم اكنسها. انت عندك مشكله مع مع النظافه وما تقدريش تعيشي خالص في عدم نظافه. هتتصرفي يعني لو ماما ما نظفتش هتنضفي انت. اوكي تميم انت عندكش اي مشكله في ايه؟ في ان انت تبقى الدنيا مكركبه وماما ما بتنضفش؟ لا بيبقى عندي مشكله بس يعني مشكله بقى عشان انا بكركب اوضتي كتير. وبقعد في اوضتي فاتعودت. طب ولو بقى الكركبه دي فوقيها اكل بقى متساب؟ لا 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 ده لا ماما ما بتشيلش وراك. لا ده ما بيبقاش موجود اصلا. ايوه عشان ماما بتشيل وراك. لو افترضنا ان ماما بطلت تشيل. مش عشان كده بس. امال يعني عشان ايه؟ ماما يعني الاكل والكركبه على والتراب على بعض وكده ما بيحصلش. عشان هي بتنضف طول الوقت. انت بتاخدش بالك ولا ايه؟ ايوه باخد بالي بس هي بتنضف الحاجات اللي بتلاقيها متوسخه بس اصلا ده ما بيحصلش اصلا. ازاي ما بيحصلش؟ انت عايش في حته غير مصر؟ طب عايش في مصر؟ طب احنا بنطلع بره البيت بنجيب شويه جراثيم ونخش البيت تاني. مين بقى اللي بيقعد يمسح ويكنس وينفض التراب؟ ده خياله. ده انا بقى مامتي تنظف اول ما نوصل. طبعا كل الامهات بيعملوا كده. حاجه؟ ايوه. انا بقى في يوم اللي هو تاني اول يوم في العيد. صحيت اليوم التاني. طول الليل بتفرج على التلفزيون وبابا يقول لي عايز تقفل عايز تنام يا نعمان؟ اقول له لا عايز اتفرج على التلفزيون. ماشي. عايز تنام يا نعمان؟ اقول له لا عايز اتفرج على التلفزيون. وبعدين رحت اصلي. ايه علاقه ده بالنظافه يا نعمان؟ الصلاه. يعني انت قطعتني وقلت لي عايزه اقول حاجه وكده. ليه بتتوهي؟ طب انا عايزه اقول لك حاجه. انا عايزه انت الصلاه حاجه من النظافه خلاص. اي حاجه. الصلاه حاجه من النظافه. النظافه من الايمان. وانا برضه يعني ان احنا يعني نبقى عايشين في نظافه ده ايمان. ايوه. ما انا اتوضيت. ده نظافه. انت اتوضيت بس لازم تبقى محافظ على ما نظافه المكان. ما ينفعش تصلي وتتوضى والمكان مش نظيف. لا ما هو برضه انا لما بنيجي نسافر بقوم لامم المكان. ايوه. وبنخزن بقى طاقه كده ننام. تخزنوا طاقه تناموا. عشان يحصل ايه؟ ننام الصبح اول ما اصحى نقوم نايمين عشان نرتب البيت كله. أيوة. قبل ما نسافر. صح برافو. طيب تميم ما بيساعدش الحاجات ماما؟ نعمان ساعات احيانا بيساعد ماما. لا مش احيانا دايما دايما بيساعد ماما
فاتي ساعات بتساعد ماما برضو دايما برضو بساعد لا انا احيانا بساعد احيانا بساعد ماما وهي بتطبخ وسامة طبعا كده كده لو ماما ما نظفتش هتنظف اوكي عايزه اساعد ماما عايزه انظف على طول مع ماما لك ماما ساعات بتقول لي لا 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 ده عشان ما تتعبيش زي ما تميم قالت لا يعني. ده مش بتعب خالص ده بفضل سهرانه طول الليل بنظف لا علشان بس يعني ما تبقيش عشان انت هتبقي صاحيه طول الليل أيوة. وبتنظفي يعني انت كده كده تعبانه وانت صاحيه الصبح اقولك حاجه وتعبانه وانت تستهلكي وتعبانه على طاقة. على ان انت بتستهلكي الطاقه بتاعتك اي بس احنا عادي ان احنا نستهلك اكسترا طاقه عشان ننظف بس اقولك حاجه لان النظافه حاجه مهمه قوي طب اقول لكم على حاجه ولنفترض ان ماما بتنظف البيت بس احنا طول الوقت كل حته وكل مكان بنروحه مش نظيف خالص 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 حياتنا ممكن تبقى عامله ازاي هتلاقي كل شويه عمالين نعيه ولازم نروح المستشفى لا بعد شر يعني لا شر. انا بتقرف جدا وما ننظفش ونفضل زعلانين نتقرف ونقول ياك ما نمسكش ريموت التلفزيون ونعطش اصلا برافو ونقوم ناقلين ايوه فلازم نستخدم ننظف كل شويه صح برافو والله العظيم يا نعمان اكتر بتخليني طب انا عندي سؤاله بقى سؤاله عندي سؤال بقى سؤال انا رحت خلاص بصوا بقى احنا بنتكلم من الصبح على النظافه الشخصيه ان انت تبقى نظيف او ان انت تبقي واخده بالك ومهتميه بنظافتك الشخصيه شعرك زي ما قلنا ضوافرك زي ما قلنا سنانك زي ما قلنا اللبس بتاعك زي ما قلنا كل حاجه لازم طول الوقت نبقى نضاف لابسين لبس نظيف بنستحمى طول الوقت ريحتنا حلوه طول الوقت دي كلها نظافه شخصيه صح؟ انا بيجي لي فرصه نستحمى بستحمى ايوه ما هو كل ما حد بيجي له فرصه بيستحمى لازم يستحمى كده كده حتى لو ما عندناش فرصه بس لازم نستحمى لازم نستحمى انا احيانا بقول لماما ماما انا داخل استحمى ده لو ممكن يعني حلو ده احيانا اعمل كتر كده كتير عادي تقريبا استحمى لو قدرنا تقريبا دايما بس استحمى كل يوم اكشلي بتستحمي كل يوم اوكي اسمع ده انت هتنبهري هتنبهري ايه بقى اللي بيحصل ماما قبل كده كان عندها حساسيه كان قبل ما يدوها الدواء بعد كده ما كنتش عارفه رحت قلت لماما راح استحمى ماشي. عشان بالتاكيد السخان مولع نار ليه بالتاكيد بسبب ان احنا ساكنين في الدور الخامس اوكي ماشي السخان مولع نار ماشي عايزه ادخل استحمى لسه قالت لي ماشي بفتح الباب بتاع الاوضه عشان اطلع فجيت ماما بتقول لي استني رايحين المستشفى عشان اكشف انا انبهرت اتخضيت انصدمت ساعتها اوكي فقلت في دماغي ازاي ده ايه اللي حصل ده ايه اللي حصل فعلا طب ده ليه علاقه بالنظافه برضو ولا ده كان موقف عابر بيخليني انبهر كان المفروض كان المفروض انا داخله عشان ابقى نظيفه كنت مش نظيفه ساعتها اوكي ماشي فجيت نفسي انبهرت انبهرتي وانا انبهرت معاكي والله طيب عايزه بقى اسال سؤال كلنا انبهرنا النهارده والله كلنا انبهرنا النهارده فعلا يا تمام انت بقالك ساعه بتقولي عايزه تقولي مش عارفه اسال السؤال هل النظافه بس نظافه شخصيه ان انا اهتم بنفسي وبيتي وكده لا نظافتك نظافه بلدك مهمه كل حاجه يا ولد نعمان بيقول لك نظافتك من نظافه بلدك يعني ايه الكلام ده يا نعمان يعني لو نظفت انت نظافة البلد كلها تكون نظيفة ازاي الكلام ده؟ حد تحاول تحافظ على بلدك يعني ازاي؟ يعني لو انك يعني تحافظ لو حد على ما كانش بيعمل الحاجة دي هيتعلم منك لما تشوف بتمسك الحاجة وانت ماسك تيشو بيتعلم منك مثلا يعني بيتعلم منك يعني حاجات ايوه فاهمة مثلا اللي هو ما بيعملهاش ايوه ايوه ايه تمين تاني؟ ازاي نحافظ على بلد؟ انك تحافظ على نظافة بلدك انك تحافظ على صحة اهلك وبلدك وكل حاجة ازاي بقى نحافظ عليه؟ يعني نعمل ايه يعني عشان نحافظ على نظافة بلدي؟ انا عايز احافظ على نظافة بلدي اعمل ايه؟ قولي ممكن انت لو لقيتي ورقة ارض او حاجة ممكن مثلا تلبسي اي جوانتي وتاخديها وترميها في الزبالة من اول مرة كده كده مش ورقة واحدة تمسك تيشو امال ايه؟ تمسك تيشو كل حاجة كل الارض تحاولي ترميها زي مثلا لو حد واحد بس رمى حاجة على الارض تبقي تشيليها بجوانتي لكن لو كذا حد رمى حاجة على الارض تبقي تشيليها اوكي بجوانتي او من الاول خالص ما نرميش على الارض حاجة
اساس اساس. انتوا بترموا على الارض حاجه في الشارع؟ لا والله انا عمري ما عملت. حبيبي انا مصدقاك. انا عمري ما عملت كده غير لما ما لقيتش باسكت وبابا قال لي ارمي في الشارع. بجد بابا قال لك كده؟ انا عن نفسي وعملت كده. اوكي عشان احنا اصلا في الصحراء ما حدش بيجي الصحراء. بس عايزه اقول لك على حاجه، لو احنا في الصحراء، لو احنا في الغابه، في لو احنا على البحر، ينفع نرمي بقى حاجتنا وكياس وكده؟ لا انا ما رميتش كياس. في حيوانات الا البحر. ازاي اشمعنى الا البحر؟ اشمعنى؟ عشان السمك والحيوانات. ما صح طبعا. وبرضه ما نستهلكش بلاستيك كتير عشان البيئه ممكن البلاستيك ده يقوم طاير من الباسكت ويقوم طاير في البحر. بيعمل ايه بقى؟ بيخلي السمك تموت. صح. والبحر يكون لونه اسود. صح. وكل حاجة والسمك يموت والشارك تموت وكل حاجة تموت. ودي حاجة وحشة جدا جدا جدا. ده انتوا فاهمين حاجات كتير قوي يا جماعة. على فكرة انا لسه هقعد اشرح لكم بقى، ده انتوا عارفين كل حاجة والله. لا ده انا بعشق اربي السمك. بتحبي تربي السمك؟ انا كنت مربي سمك. طب في حد لما بتبقوا على البحر بأمانة يعني بترموا حاجات فين؟ لا في الباسكت. انا بيبقى دايما في باسكت. عندنا بحر مختلف. لا مش دايما، ساعات لما بيبقاش في باسكت بديها لماما وبابا. وماما بقى بتوديها فين؟ الباسكت. بتفضل ماسكاها لغايه ما تطلع. بنعمل باسكت معانا صح؟ لا احنا مش بيبقى في معانا كيس بنحط فيها باسكت. بنجيب اكياس بنعملها على انها باسكت ونحط فيها الحاجات بتاعتنا. او ماما اللي بتعمل كده. بس انا بقوم بدور في كل المكان. الهوتيل ماشي لو في اوتيل يعني. أو مدور في كل مكان. انا اصلا حافظ الهوتيل فعارف المكان هيكون هنا هيكون في باسكت ولا هنا هيكون مفيش باسكت. فتدور على الباسكتات. لا انا عارف مكان الباسكت فتروح ترميها في الباسكت على طول. انا هقوم داخل الريسبشن كده اقوم رايح للمدخل. اوكي هلاقي كده في المركن او التركن كده هتلاقي قدام العربيه باسكت. ثلاثه باسكت كده. واحد بتاع بلاستيك، واحد بتاع ورق، واحد بتاع دي نظافه مهمه قوي. بقوم داخل بقى هناك عشان ما بنرميش كل حاجه على بعضها. عشان ليه طيب؟ ليه ما بنرميش كل حاجه على بعضها؟ عشان قولي انا عشان اعاده التدوير. اعاده التدوير برافو. ريسايكلينج برافو. ايوه عشان هم برضه يعني عشان هم بيعملوا الحاجه دي اعاده التدوير الورق اعاده التدوير البلاستيك. برافو ايه الشطاره دي؟ عشان هما برضو لازم يبيعوا ميه يا الا هنموت ومش وهنفضل جعانين وهنقطعين. بالظبط لان هيبقى في خلل في البيئه طبعا لو احنا ما عملناش اعاده تدوير معينه يعني نستهلك حاجات. وانا بحب اكتر حاجه بقى في لو يعني كنا على البحر اكتر حاجه بحبها اللي هو المكان اللي بيبقى فيه ايس كريم في وقت معين كده بيبقى ايس كريم. اقوم داخل كده اقوم قايل لماما انا عايز واحد ايس كريم. ماشي اقوم ده رايح للبتاع ايس كريم واقوم قايل له انا عايز واحد ايس كريم وعصير برتقال او مانجا. وبعدين؟ اقوم شارب بالعصير واقوم رميه في الباسكت. في الباسكت اهم حاجه انت ترميه في الباسكت. انا عايزه اوصل ان انت ترميه في الباسكت. بس الموضوع الموضوع ده ما لناش دعوه بيه. بهتم فيه. بتهتمي بيه؟ بتهتمي بيه ازاي؟ اقول لك حاجه. لما بلاقي بشوف ده ورق ارميه في باسكت الورق. برافو. ده ايه؟ ده بلاستيك او مرميه في باسكت البلاستيك. برافو والله العظيم. ده ازاز او مرجعه للراجل. برافو. عشان ينظفه يقوم حاطه لحد تاني. شاطر شاطر. انا بقى ده بلاستيك عشان ده عشان المهم رميه. ماشي. ورق عشان نغلق. خلاص يا نوع مين احنا نسمع فيديو. انا وبابايا بنعمل اعاده تدوير بحاجات. انتوا نفسكم؟ انا اكتر حاجه بعملها اختراعات باعاده التدوير باي حاجه مش شغاله. أوكي. وبابايا بيستخدم البلاستيك بس انه يحط جوه ازايز الميه يحط جواها عصاير. اوكي بعيد استخدامها بقى بعيد تدويرها. اعاده استخدام. اعاده استخدام. وانا بقى بعيد التدوير. اوكي طب تفتكروا الكبار دايما مهتمين بالنظافه ولا لا؟ ايوه مامتي مهتمه وبابايا. اوكي كل الكبار مهتمين بالنظافه لكن بابايا كلهم. لا وبابايا ايه سامي؟ مش كلهم. مش كلهم. هو الشارع نظيف يعني في ناس بيبقوا في ناس انا بشوفهم وانا ماشيه بجد يعني الشارع مش دايما نظيف اكيد صح؟ أيه. مين بقى اللي بيوصل؟ انا عايز اقول لك حاجه. ناس كبار ولا صغيرين؟ كبار وصغيرين. كبار وصغيرين. فيعني في كبار للاسف مش نضاف للاسف او ما بيهتموش يعني بالنظافه بمعنى اصح. طيب ما تيجوا نشوف الكبار بيقولوا ايه. ماشي يلا ماشي. بينا يلا بينا. ده نفسي اشوف الحته دي بقالي ساعتين.
اخر مره استحميت امتى؟ النهارده. ايه اللي غير احلفي؟ ايه اهميتها؟ خلي بقى. عامه باخد دش. جنى قولي لي ايه هي التعليمات بتاعه النظافه اللي بنواجه بيها فيروس كورونا؟ اولا ان انا البس الماسك ما احطوش في جيبي. اغسل ايدي اكتر من 20 ثانيه. لا اكيد الهاند سانيتايزر والكحول. يعني الكحول والماسك اللي مش لابساه ده. ايوه. في شروط يغسل ايده بس. تمام يغسل ايده ويلبس ماسك وخلاص على كده. الحمد لله. طب انت قول لي بعد يوم طويل في الجيم او النادي ومروح تعبان طبعا بقى وبتاع، هل عادي بتخش تاخد دش ولا بتكسل وتنام عادي؟ بنام على طول. مش متخيل ان في ناس ممكن تنام بعرقها. لا عامه باخد دش بروح انام على طول. اسعد بكسل مش هضحك عليك. تعبان تمام بس هو لا بس بنستحمى في الاخر. لا بستحمى والله. طب اخر مره استحميت كانت امتى؟ كان النهارده. الحمد لله. ايه اللي غير احلف؟ غير لا خالص. اوعى بس ايدك. لا لا والله امان امان. الله اعلم انت مستحمي امتى؟ النهارده. قبل ما انزل. ما شاء الله عليك. اخر مره استحميت مش فاكر بس خلاص انت ما تفكر. ما هو استحميت الصبح قبل ما تنزل يا ما استحمتش. بس خلاص طب تحرجونا ليه طيب؟ مشمومه هي مشمومه. دلوقتي في دراسه بتقول ان انت ممكن تقلل التوتر بتاعك لو هتروق اوضتك. حوار التوتر والكلام ده كله انا ما بعرفش اذاكر غير اوضه مكركبه. يعني نوع من الثيرابي ساعات. على طول ما بعرفش مثلا اذاكر ولا حاجه الا لما اكون مرتب الاوضه. لا ده مستحيل. ده شيء مستحيل. عمري ما انضف حاجه. ما بقدرش اعمل كده. لا الحاجه بقى امي. دلوقتي انت بتغسل ايدك قبل الاكل بس ولا قبل الاكل وبعد الاكل ولا ده ولا ده؟ لازم اغسل ايدي قبل واغسل ايدي بعد. لا قبل الاكل لازم. بعد الاكل على حسب الاكل. سندوتش مثلا ما بغسلش ايدي بعد. لا قبل الاكل بس. قبل الاكل. بعد الاكل مناديل بقى كلينكس. لا هو المفروض بنغسل ايدينا قبل الاكل بالذات عشان كورونا. وبعد الاكل ده اكيد لازم تغسل ايدك لانها بتبقى متوسخه. بعد وقبل طبعا. صباح الخير. صباح الخير حبيبتي. ايه ده يا عبد الله؟ ايه ده؟ حبيبتي كانت جيت امبارح. ايه ده؟ ايه ده؟ زي ما انت شايفه كده حبيبتي جيت امبارح لقيت الحاجه زي ما هي كده. ازاي البهدله دي؟ ايه ده؟ ده الناس سايبه اكل وسايبه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ مش عارف هدينا قاعدين بنضف حضرتك اهوت. دول اللي كانوا موجودين امبارح؟ يا فندم. وفي حد يسيب الحاجات كده؟ مش عارف حضرتك اعمل ايه. يعني مش عارفه ايه ده يا جماعه ده؟ انا بتاسف لك طبعا يا عبد الله. لا لا عادي حضرتك قديم. ايه يا جماعه عدم النظافه اللي في الاستوديو دي؟ احنا في وقت حتى المفروض ناخد يعني بالنا من الحاجات دي. ايه ده ايه ده؟ يا ساتر يا مش مصدقه اللي كان حاصل. ايه رايكم بقى في الكلام ده؟ السرعه دي. ايوه ايه رايكم بقى؟ تغسلوا ايديكم قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ لا قبل الاكل. الاثنين الصراحه. الاثنين الصراحه. الاثنين قبل وبعد. ايوه ايوه اوكي. طب ده ظريف جدا جدا جدا. هل عارفين كان بيقول لهم ان في دراسه بتقول ان احنا لو روقنا الاوضه بتاعتنا ده هيخلينا في مود احسن، هيخلينا اقل توتر؟ ف تفتكروا انتوا ممكن تعملوا كده للغرض ده حتى؟ عارف لما انا بتوتر بعمل ايه؟ استنى بس عشان تميم انا عايز اركز معاه. ينفع يعني تقدر تعمل ده ولا ايه؟ عشان عندي حاجه احسن. يعني ها؟ بصي هو ايوه انا باصه. بيبقى ساعات كده يعني انا لو قلت لك انت لو روقت اوضتك هتحس احسن. تعمل كده؟ انا الصراحه ايوه مش عارف يعني يعني هحس ولا لا. انا بقول لك ان في دراسه بتقول لما بتروق اوضتك بتحس بانجاز، بتحس ان انت رتبت افكارك فعلا، وبتحس ان انت عملت مجهود في حاجه خليتك تركز وتهدي اعصابك. صح ده كلام ده صح.
طيب يعني لو قلت لك ان الدراسه دي بتؤكد ان انت هتبقى مبسوط اكتر لو انت رتبت اوضتك، ترتب اوضتك يا تميم؟ يعني زهرة مش عايز يقول لي اه. انا عايز اقول حاجه. انا عايز حاجه يا زهره. استنى بس استنى، ليه مش عايز تقول لي اه؟ عشان الصراحه يعني ما بحبش ارتب اوضتي كتير. اوكي، والنظافه تشيل طبقك بعد ما تخلص اكل؟ اه. اوكي، طب بترمي حاجه في الشارع؟ لا. طب بترمي حاجه من العربيه؟ لا. تحطها في ايه؟ تحطها في الزباله. اوكي ماشي. ممكن انا بقى اللي اقول الاول عشان حاضر. ممكن اسال سما سؤال؟ ماشي. وبعدين عشان انتوا قاعدين بتجوموا الصبح. اه والله، استنوا بس، استنوني بس. يا سما لو قلت لك يا سما انه البيت مكركب جدا 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 واحنا محتاجين ننظفه، هتنظفي الجزء اللي انت قاعده فيه بس ولا تنظفي البيت كله؟ هنظف البيت كله. كله كله؟ حتى لو مش قادره؟ اه. ليه بقى؟ علشان انا ما بحبش اقعد اصلا. ايوه انت قايله من الاول اصلا انت اعصابك بترتاح لما بتنظفي. اه. صح، واعصابك بتتوتر لما بيبقى في كركبه وعدم نظافه وكده. ايوه صح، في ناس كتير كده بتبقى مش قادره تستحمل تراب او حاجه مش مظبوطه او كده. طبعا طبعا. قول بقى، قولي انا بقى. قول الاول يا نعمان، يلا. اه انا كنت لازم نحط زرع في البيت كده، مش عشان الشكل بس. ايوه. مش نحط زرع فيك اللي هو بيبقى مصنوع كده من قماش صناعي. ايوه، نحط زرع طبيعي. لا، ليه بقى؟ نحط زرع طبيعي. ليه بقى؟ عشان يعمل فراشن كده الهواء. بالظبط، لان الزرع بيدينا ايه؟ هواء. هواء اكسجين. الزرع بيجيب اكسجين وهواء حلو، اكنه فلتر. حد واحد يتكلم. لا ما نسيتش، لسه هقول لكم والله المعلومه. اكنه فلتر هواء. الصبح هقول لك. قولي يا بريتي. ولما بنحط انا لسه فاكره يعني المعلومه لغايه دلوقتي من ساعه ما قلتها لي. طيب برافو، قولي. والزرع استنى، الصبح بيحصل أنا ايه؟ انا عارفه بس استنى بس، اما استوقف عند النقطه دي وارجع لك تاني. اسف. الصبح بيكون النبات بيدينا اكسجين. بالظبط. لكن بالليل بياخد الاكسجين، بياخد الاكسجين وبيطلع كربون دايكسايد. كربون دايكسايد، ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون. عارفين احنا الكلام ده؟ فبالتالي ان احنا لازم نبقى واخدين بالنا قوي، فلازم نحطه في حته بعيده عن اوضتنا واحنا نايمين. الصبح نحطه في اوضتنا عادي، نحطه في الصاله، ده جميل. لكن انا بسيب النبات بتاعي نفسه هو في البلد. ايوه. لكن انا عمري ما اشتريت نبات قوي كده. طبعا في البلكونه ده شيء هايل، بس احنا لو عندنا ورد وحاطينه في الاوضه لازم طبعا زي ما بريتي بتقول ناخد بالنا كويس قوي ان احنا نطلعه بره الاوضه. بس انت يا نعمان فتحت موضوع ظريف جدا، لان النظافه جزء كبير جدا 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 منها ان يبقى فيه اشجار وزرع حتى لو مش في البيت بس. اه، مش لازم يعني تشتري اشجار وزرع، صح؟ زي في الكرتون كده، مش لازم تدفع فلوس عشان تشتري ازايز هواء تديك اكسجين. زرع كده. مش تدفع فلوس كتير، لا. تدفع فلوس مره واحده وتاخد بقى الاكسجين بقى طبيعي بقى. ايوه صح، مش اكسجين بفلوس بفلوس بفلوس، لا، اكسجين ببلاش كده من عند ربنا، من الورد. صح والله العظيم. بصي مامتي عشان عرفت الموضوع ده نفسها تشتري زرع لغايه دلوقتي قد كده. ده حلو قوي. زرع 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 حتى زرع على الريحه بتاعت اوضتها. ايوه، الزرع ده حاجه جميله. اولا بيعمل ريحه حلوه، ثانيا بيدينا اكسجين زي ما قلنا، ثالثا بيريح اعصابنا، رابعا بيعمل ديكور شكله حلو. صح، كل حاجه. وهقول لك حاجه، صح. وساعتها انا بحب الورد لكن بخاف منه، وماما نفسها تشتري. انا بقى فكرتي بقى لما هي تشتري وزرع كتير ان انا اجيب بزرايه 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 عشان تزرعها بتاعت ورد. اجيب بتاعت تربه كبيره كده. بوت كده، بوت من ال بتجيب 13 زرعه كده. 13؟ لا قصدي 3 يعني. قصدك 3. اوكي. 3 زروع كده؟ انا بص والله بجيب طبق كبير جدا جدا زي طبق زرع كده. أيوه. مثلا. او أيوه. حاجات زرع كده بشوفها في التلفزيون على الكرتون. فاحفر حفره بعد ما احط التراب، احفر حفره احط الزرع فيها، اقفل الحفره تطلع الزرع ميه بقى. لا، ارويها بالميه يوم 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 ورا يوم ويوم ورا يوم وتعرضيها للشمس. لا بس مش كل يوم. على حسب بقى، ده زرع بقى انواعه، وبعدين انتوا خدتوه في حته ثانيه. يعني ايه رايكم اوريكم احنا عملنا ايه في الشارع ونرجع نتكلم في الموضوع ده؟ ايه رايكم؟ ماشي. بصوا بقى، عملنا تجربه غريبه جدا. بصوا بقى الناس كانت بتعمل ايه.
ايه يا باشا؟ انت لميت الشنطه دي؟ ايوه دي زباله يا عم عادي. السله هنا ها؟ السله هنا هي قدامك. ما قدامه ليه؟ دور على باسكت وارميها. طب بس كل الناس كانوا في الشارع هي جت علينا. في حد يرمي شنطه زباله في الشارع كده ويمشي؟ يعني انت مشكلتك فين دلوقتي؟ انا ما عنديش مشكله، انا بقول لك يعني مصلحتك ارميها في الباسكت احسن، ما ينفعش تعمل كده. بس ترمي هنا ليه يا عم؟ فين الزباله طيب؟ اهي سله الزباله قدامك انت ما بتشوفش، اهي قدامك. في باسكت يا صاحبي، ما ينفعش تمام. طب ماشي يا عم مفيش مشكله. مفيش مشكله ايه في باسكت؟ قفل النظاره، ثواني بس ثواني. غيرك وغيرك هيفكر نفس الفكره، يقتل الزباله علينا هنا. موقف سيء. انا ما شفتش ان في باسكت. النظافة مهمة؟ جدا، حتى في بيوتنا في أي مكان النظافة مهمة. النظافة مهمة في إيه؟ حاجات كتير طبعا. زي؟ في الشارع، في الصحة، في حاجات كتير. أول حاجة النظافة من الإيمان يعني، حاجة بتاعت ربنا. حضرتك ليه خدت رد الفعل ده مع إن الزبالة مش بتاعتك أو مش أنت اللي رميها، خدتها وحطيتها في الباسكت؟ لو كل واحد هيعمل كده ومش هي. يعني إحنا المفروض نقلد البلاد اللي بره. واحد رمى زبالة قدامك ليه ما قلتلوش مثلا؟ ما خدتش بقى، ما شفتش. ما شفتهاش؟ أوه. بس هو ضايقك الموقف. أه طبعا. وانت خدت موقف ايجابي ان انت قلت لي ليه رميت وفي باسكت هنا والكلام ده كله. ميرسي ليك. شكرا يا باشا. ميرسي. طب ونلمها دي نرميها. لا 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 انا هلمها خلاص. مش شكرا. ارميها احنا سيب انا. لا ما انا لسه هصور تاني. شكرا شكرا شكرا. شفتوا بقى؟ شفتوا الموضوع؟ شفتوا لما عملنا التجربه في الشارع وخطيب كان معدي وبقى بيرمي الكيس كده الناس؟ خطيب ده تبعنا. لما كان بيرمي الكيس ويشوف الناس هتعمل ايه، الناس عملت ايه؟ شالت بصراحه كلهم قالوا ده ما ينفعش، وكلهم استاءوا جدا من حاجه زي دي. قالوا ازاي ترمي في الشارع كده؟ ما في باسكت. بتشوفوا ناس بتعمل كده؟ انا بشوف كل حد. لو كان حد لو كان حصل كده معاكوا كنتوا هتعملوا ايه؟ انا قبل كده انا عمري ما شفت كده خالص. لو كان انت حصل معاك الموقف ده، واقف تشتري حاجه وحد جه راح رامي كده كيس زباله جنبك، ايه؟ لا عمري ما شفت الموضوع ده. عليه تتجنني عليه؟ عمري ما شفت حاجه هجري وراه حاجه وحشه كده مقرفه كده بجد. طب لو حصل وشفتها هتعمل ايه نعمان؟ عارفه لو ده حصل، لو في جيبي تيشو، عشان انا ماما دايما بيبقى في شنطتها مخزن تيشوز. ماشي برافو. نضف. لو جايب تيشو من الكيس من الشنطه بتاعت ماما، واقوم لما الزباله حطيتها في الباسكت. حبيبي بتعمل زي ما الناس عمل ده لو لقيت يعني. ده لو لقيت، ولو ما لقيتش همسكها وامشي لغايه ما الاقي اي باسكت قريب واقوم رامي فيه. وتروح تغسل ايدك بعدها. اوكي. عارفه انا قبل كده شو بروح البيت يعني. انا لو حد مثلا رمى حاجه على الارض جنبي، هروح امسكها ارميها في الزباله. يلا استخدم وايبس. اهجم عليه هجوم، اكني انا بليس وبهجم على حرامي. لا إيه يعني، لا يعني مش لازم تعملي الموضوع ده كله. لا مش ههجم عليه. مش لازم تهجمي. لا ههجم. مش لازم تتعصبي جدا كده. اتعصبي شويه عشان هو رمى الزباله. وكلميه بالراحه واقول له. كلميه بالراحه وقولي له بالراحه. قولي له ما تعملش كده، هو هيفهمك ومفيش حاجه هتفهم دلوقتي. وهو هيفهمك وهيرمي الزباله لوحده وكل حاجه تتظبط وهيسمع كلامك. هتفهم دلوقتي. صح والله. اسمع هتفهم. والله نعمان ده استنى مش تهجمني وتسجنيه وبرضه ما يسمعش كلامك. وكل ما كنت دكتوره سناني. انا هكون دكتوره سناني. اوكي ان شاء الله باذن الله. بصي انت بصي لما انا ههجم عليه هروح اقول له امسك الزباله دي وارميها في الزباله، ما ترميهاش. اي من غير لما نقبض عليها هتعمل زي ما الراجل عمل كده، اللي هو زي ما نعمان بيقول، هتتكلم معاه وتقول له انت مش مفروض تحرجه يعني بالذوق. ايوه يعني بره. اصل لو كل واحد يا جماعه رمى حاجه في الشارع يعني لو هيحصل ايه؟ هروح اتنرفز عليهم كلهم. لا هنبقى عايشين. لا مش لازم. في زباله. في زباله. دي حاجة حلوة ولا ايه؟ انا شفت الموضوع الزبالة مرمية كده في مكان، وانا رايح لتيتا. رايح لها بلاقي في جنب بيتها كده الطرقة كلها على الرصيف
مليان بقى زباله. ناس بترمي بقى كلها زباله. بيحصل ايه بقى لما يبقى فيه زباله كتير؟ والزباله مش في اكياس ملمومه كده اكياس بس، لا كل الزباله بقى مرميه متنوره. ده انت عارف ان ده بيجيب فيروسز كتير قوي وبكتيريا كتير قوي وبرسومات كتير قوي. انا عند جدتي في فراغ كبير المفروض كانوا هي مش لاقي مش ممكن تعبتوني جدا. استني اسمعي انت، كانوا المفروض هيبنوا في بيت. اسمعيني يا براتي، استني هو عايز زباله 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 كتيره جدا. لازم نقولها، لازم نجيب فرصه، لازم ندي فرصه لحد يتكلم. نفسي ادي فرصه للكلبه دي تتكلم. ثانيه واحده، والله تعبت. ثانيه واحده، انا باجي على اخر حلقه بقى مش شايفه قدامي، فاستنوا بقى. ماشي يا استاذ تميم، انت قول لي لو الموقف ده كان حصل معاك كنت هتعمل ايه؟ كنت اكيد هحاول اشيلها من على الارض. زي ما الناس قالت كده. اوكي، او هتقول له من فضلك ما ينفعش كده. يعني احاول اخليه ما يرميش حاجه تانية في الارض. ليه بقى؟ هتقول له، هتقنعه ازاي يعني؟ هتقول له ايه عشان يقتنع؟ ممكن اقول له ما ترميش حاجه في الارض، يعني ما ترميش حاجه في الارض، ما تسيبش حاجه من ايديك في الارض، ما حافظ على البيئه، ما ترميش حاجه على الارض. الشارع ده بتاعنا كلنا. أيوة. لو كل الناس لمت حاجه هنبقى عايشين في زباله كبيره، هيبقى في وباء كبير وهيبقى في فيروسز كتير. صح؟ صح. ايوه والله، انت كلام حكيم برضو، انت ولاد حكيمه قوي. انا جدتي كل لما تلاقي زباله تقوم رميها من الشباك، وانا بقى بزعل قوي انها بترميها من الشباك. ترميها من الشباك على المنور ولا بترميها من الشباك على الشارع؟ بترميها من الشباك على الشارع. بجد؟ وبتزعل؟ لا انا اللي بزعل. انت بتزعل؟ هي بترمي. طب ما بتقولهاش ان ده غلط؟ يعني ما يصحش بقى عشان تيتا وكده، بس ممكن تبقى بتخليها تلفت نظرها انه اقول لها بس. هو صح طالما دي حاجه غلط وهي بتعمل حاجه غلط نقولها بطريقه شيك طبعا ومؤدبه وكده عشان هي تيتا طبعا. بس انت طبعا ممكن تتكلم معاها في الموضوع ده، وهي اعتقد انت لو اتكلمت معاها في الموضوع ده هتبطل تعمله خالص. اعتقد زهرة. لا عايزه اسال سامح حاجه. ثانيه لو سمحتي. اتكلم. مش هنتكلم لمده شويه عشان ندي لمده ساعه دي هتنرفز عشان ساعد. لا لازم ندي فرصه عشان حد يتكلم. انت عارف ان انا انت مش بسكت ومش بستغرب ان انا بتنرفزي في كل حاجه. لا انا بكون عايزه، انا برضو عايزه اتكلم بس هستحمل عشان ندي فرص للناس تتكلم. ارجوك لا انا مش هستحمل. يا براتي استني بجد، استني. سما قولي لي انت لو حصل معاكي موقف زي ده هتعملي ايه؟ هتتصرفي ازاي؟ الاول هقول له ان كده غلط وما رضاش يشيله يعني. همسكه انا اشغل مريض في الزباله وافهمه ان اللي هو عمله ده غلط. صحيح مظبوط. طيب عندي بقى سؤال لكم كلكم كده، وهسأله تميم اول واحد هيجاوب، بعدين سما، وبعدين نعمان وبراتي. اوكي ماشي. انا كنت اخر واحده. انا بقول بقى انت اخر واحد عشان اقول اهو من الاول. اول ما بتصحوا من النوم بتعملوا ايه؟ نغسل اسناننا. نغسل سناننا، نرتب نغسل اول حاجه. نرتب سريرنا. نرتب سريرنا ونرتب اوضتنا وبنغسل سناننا. وشنا بنغسلوش ولا ايه؟ لا بنغسل. انا عن نفسي ما بحبش اغسل. تغسلش وشك الصبح؟ بصحى فايق. بتغسل وشك الصبح؟ لا. حتى لو بتصحى فايق لازم تغسل وشك. انا ما بغسلش. طب بتغسل سنانك؟ ايوه. لا زي ما بتغسل سنانك لازم تغسل وشك. مهم يعني أول ما اصحى من النوم بروح اعمل اكني هستحمى واروح املي الحوض واروح ادخل وشي كله جوه. ده اول ما بتستحمي خالص؟ اوكي. نعمان بتعمل ايه اول ما بتصحى من النوم؟ بصحى اقوم غاسل، يعني مش بغسل ايدي كتير قوي، بقوم غاسل ايدي واقوم مستحمي لو هنزل. اوكي. واقوم مسرع وشك بتغسله ولا لا؟ وشي بغسله. واسنانك؟ واسناني بنسى يعني ساعات. لا لازم، ده عشان السوس وكده. سوس؟ زي السوس العادي. ايوه شفت. ده انا جالي ام واب وثلاث اخوات في درس واحد. يا نهار ابيض، ده عشان ما بنغسلش اسناننا.
لازم نغسل سناننا لازم. اسمعي انا عندي سوستين بس بس كده. لا ما احنا ممكن نملة. ممكن احنا ما يبقاش عندنا سوس خالص لو احنا واصبنا على ان احنا نغسل سناننا. دي ايه دي مش سوسه قبل أساسا. النوم وبالذات اول ما بنصحى وبالذات بعد الاكل اساسا دي مش سوسه. لسان قبل كده وانا عندي 4 سنين شربت ميه وكنت شايف ان جواها نمل كتير. إيه لا لا خلاص نغير الموضوع ده غير الموضوع ده. لا خلاص ما يتكلمش في الموضوع ده ده ماما بتلاقي صوص في الرز. لا خلاص بقى خلاص ما تتكلمش في الموضوع ده. طيب فبتعمل ايه بقى يا نعمان اول ما بتصحى من النوم؟ زي ما انا قلت. ايه بقى؟ بس حمله لو هنزل اغسل ايدي ووشي واسنانك وحوارها وبنسى اغسل اسنان. بس مش هتنسى بقى بعد الحلقه دي. مش هنسى بعد الحلقه دي. بعد الحلقه دي مش هننسى. انا اصلا عندي فرشه وتوست بيست. فرشه جديده لسه ما فتحتهاش. اوكي. في شنطه النزول بس وعشان لما بنزل لازم اغسل بره تغسل سنانك بعد الاكل. طيب وماما عندها انا عندي سؤال بقى دلوقتي. اعتقد ان احنا السنه اللي فاتت وقت الكورونا كلنا عرفنا ان احنا المفروض ايه الطريقه الصحيحه اللي احنا نغسل بيها ايدينا صح؟ صح. طيب تميم قول لي بتغسل ايدك ازاي ومفروض ايه الطريقه الصح؟ وريني كده. بحط صابون على ايديا الاول وبعديها اعمل ايديا في بعض. ازاي؟ وريني كده. ايوه ماشي. وبعدين بعديها اعمل ما بين صوابعي. برافو. وضوافري. ماشي. لا ضوافري يعني اعمل كده من هنا. ايوه وبعديها اشطف ايديا. ولازم نقعد قد ايه تقريبا؟ تقريبا من 20 ل 30 ثانيه. بنعمل ايه عشان نتاكد انها 20 30 ثانيه؟ نعمل ايه؟ نغني اغنيه مثلا واحنا بنغسل ايدينا. مثلا يعني. لا 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 ما ينفعش. لا ينفع. ايه اللي ما ينفعش؟ حوالي ممكن نغني هابي بيرثدي تو مرتين. هنغني هابي بيرثدي تو مرتين هتبقى 20 ثانيه عادي جدا. صح يا تميم والله. روف سما بتغسل ايديك ازاي؟ وريني. 20 ثانيه يبقى 40 ثانيه كده جامد علشان اعمل كده لازم. ايوه واغسل ضوافري وضوافرنا كويس جدا. ايوه بعد اعمل كده بقى. ايوه خلي الصابونه تغلي في ايدي. ايوه مده 30 ثانيه وبعدها اغسلها. ولازم هنا كمان انت عارفه. ده مهم قوي. ريتي ورينا بتغسلي ايدك ازاي. كده ماشي. كده اوكي عشان تنضف ضوافرها. وكده ماشي. كده وكده انت كده بتغيري عجينه. وايه كمان؟ لا وكده. ايوه لازم. عشان كوعها. عشان الكوع وعشان الجراثيم بتبقى واصله لفوق لان احنا بنسند على حاجات وكده. عشان نسند. وكورونا ممكن تفضل على السطح لمده يوم. بالظبط كده. دي كورونا او اي جرثومه اخرى او اي فيروس اخر فلازم طول الوقت ان احنا نبقى بناخد وقتنا في غسل الايدين. عايز تورينا انت كمان تغسل ايدك ازاي؟ قبل كده كنت بغسل اسناني قعدت ساعه جايب الميه والصابون. حلو ده. بسن قد كده. جميل والله. قول لي يا نعمان. الميه والصابون واقوم غسل ايدي كده. ايوه كده. ايوه وبعدين اعمل اكني بلعب يعني. عشان الصابون يفضل موجود شويه. وبعدين اقوم ماشي كده. وبعدين اقوم اعمل كده. كده هنا. وبعدين اقوم اعمل كده 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 كده. ايوه انا بحب كل ما احط كحول اعمل دراعي مع ايديا. ايوه علشان حتى البرفيوم اللي بحطه على ايديا. ايوه ايوه عارفه قبل كده كحول وقع على رجلي رحت قعدت انضف رجلي. لا بس الكحول ما بيأذيش يعني المفروض ما نحطوش على جسمنا بس لو وقع على جسمنا مش هيبقى فيه ازمه يعني بالذات الكحول اللي كنا بنستخدمه علشان الفيروس يعني بتاع كورونا وكده. طب والله انتوا شاطرين جدا 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 ده يخليني طبعا ان انا دي الفقره يعني مش فقره مفضله اللي جايه بس دي برده فقره من الفقرات اللي بحبها جدا ان احنا نروح عند الفون بوت اللي هناك ده ونرفلكت على الحلقه دي. فايه رايكم تروحوا؟ نعمان بما انك اكتر واحد اتكلمت النهارده ما تفتكر. لا ده انا انتوا الاثنين انت ورا على طول. ايه رايك تفتكر؟ ايه ده انا عايزه. ايوه هتروحي يلا روحي نعمان الاول. نمسك حاجة حد personal things بتاعت حد تاني. أنا بحب النظافة جدا
لما بكون في الشارع ما برميش الزبالة، حتى لو ما فيش باسكت بخليها في ايدي لغاية ما اروح وبرميها في الباسكت اللي في البيت. النظافة دي حاجة مهمة ولازم نحافظ عليها، وكل الناس ولازم يحافظوا على كل حاجة في الدنيا دي، عشان ربنا عمل كل حاجة ليها لازمة. النظافة دي أكتر حاجة لازم نعملها، ولازم ننظف أي حاجة عشان ما ينفعش لو حاجة مثلا أو لو حد جاي يرمي حاجة ووقع وما رماهاش ورماها على الأرض، ما ينفعش نزربها على الأرض، لازم ناخدها ونرميها في الزبالة من أول من جديد. ما ينفعش نمسك ريموتات التلفزيون في أي أوتيل غير لما نحط عليها لزق سلوتيب، عشان في ناس كتيرة بتمسك الريموت ده عشان تشغل التلفزيون. بحبش ألمس حاجة مش بتاعتي، بحبش أمسك حاجة أصلا مش بتاعتي، ممسكش حاجة لما بعكمها، أول ما بخش البيت بغسل إيدي. نحافظ على نظافة هدومنا، نحافظ على نظافة حاجاتنا، نحافظ على نظافة أي حاجة، عشان ده حاجة حلوة جدا، عشان النظافة دي كويسة وما ينفعش إن إحنا نهدرها، عشان لو إحنا عملنا حاجة زي كده وأخدنا حاجة من من حاجة مثلا رميناها في الشارع ما ينفعش، لازم نرميها في الزبالة نفسها، عشان ما ينفعش ان احنا نرميها في الشارع خالص خالص خالص. يعني بعتبر نفسي مهتمة بالنظافة. الفقرة المفضلة بالنسبة لي جت عشان انتوا حلوين وشاطرين ونضاف وبتحافظوا على نظافتكم الشخصية، وكمان بتحافظوا على نظافة البلد زي ما أستاذ تميم قال، فإحنا جبنا هدايا بسيطة عشان تلعبوا بيها. أستاذة هايدي اتفضلي. شكرا جدا والله، ميرسي قوي. أيوه أشكال، واحدة أشكال زرافة، مين بيحب الزرافة؟ سمك. أيوة سمك. هاخد الكلب. تحفة تحفة تحفة. أنا معايا بصوت. أيوة حلوين؟ حلوين. طب إيه رأيكم نقوم نغني؟ يلا بينا. يلا يلا مزيكا. أنت عملت ألفت أغنية صح؟ طلحنت ووزعت. طب يلا يا أولاد يلا يلا نعمل. أنت اللي عملت أغنية. أيوة هي سمك. اغسل ايدك قبل الاكل، واغسل ايدك بعد الاكل، اغسل ايدك قبل الاكل، اغسل ايدك بعد الاكل، اغسل ايدك قبل الاكل، اغسل ايدك بعد الاكل، اغسل ايدك قبل الاكل، واغسل ايدك بعد الاكل، اغسل سنانك بعد الاكل، اغسل سنانك بعد الاكل، اغسل سنانك قبل الاكل، اغسل سنانك بعد الاكل. اوعى ترمي حاجة على الارض، اوعى ترمي حاجة على الارض، اوعى ترمي حاجة على الارض، اوعى ترمي حاجة على الارض. النظافة من الايمان. طب النظافة من الايمان. النظافة من الايمان. من الايمان. يلا يا بريدي. ايوه لو نظف انت ممكن لو نظفت ممكن تلاقي حاجه على الارض، لو لقيتها على الارض ممكن تاخدها وترميها. صح. والنظافه من الايمان. النظافه من الايمان. النظافه من الايمان. النظافه من الايمان. اغسل ايدك قبل الاكل، واغسل ايدك بعد الاكل، اغسل ايدك قبل الاكل، واغسل ايدك بعد الاكل، اغسل سنانك بعد الاكل، اغسل سنانك قبل الاكل، اغسل سنانك قبل الاكل. المفروض نغسلها بعد الاكل بس مش قبل الاكل، بس مش قبل ولا قبل. اغسلها بعد، اغسلها طول وقت عامه.